انتقد البرلمانيون الأوروبيون اليوم الأربعاء في مائدة مستديرة مع نشطاء وحقوقيون بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن قلقهم إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر. وركزت النائبة البرلمانية آنا ميراندا على قضية الصحفي عمر الرادي المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي اعتداء جنسي وتجسس، وهما تهمتان ظل ينكرهما. هذا اللقاء كان على ريزوليسيون أو قرار برلمان أوروبي اللي كان صدر نهار 19 يناير 2023، يتكلم عن كل الصحفيين عمر رادي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين. إذن اليوم كان النقاش فقط أبروفوندي، يعني كان نقاشا أعمق من يعني المتابعة اللي كانت كتعملها واحد العدد ديال الأحزاب ونواب الأمة في داخل البرلمان الأوروبي لقضية حرية التعبير وحق الإنسان في المغرب. إذن اليوم كان نقاش عادي، ليس هناك في الحقيقة يعني مستجدات هائلة، لكن ما يحدث في المغرب اليوم ناقشناه بخصوص الصحفيين، بخصوص الاعتقالات ديالهم، بخصوص الإمعان في التشهير بهم وبالأسر ديالهم، وكذلك تكلمنا على الجانب المرتبط بالخروقات القانونية اللي حصلت في هذه الملفات عموما. إذن دابا كنحيي هاد الناس اللي استقبلونا اليوم من داخل البرلمان الأوروبي، وهذه صلاحيتهم. كنحييهم لأنه هموم المغرب جزء من الهم ديالهم، ولأنه كذلك يلزمهم من الناحية القانونية، وهذا ما تخوله الاتفاقية. فبالتالي ما يحدث لهم هو مسار عادي وطبيعي وقت تأخر. هذا التوقيت اللي احنا فيه دابا خصنا نكونوا فيه اثناء الاعتقال ديال الناس من بعد ما خرجوا يعني الملفات من عند قضاء التحقيق والى اخره، خصنا نكونوا هنا. لكن حالت اشياء دون ان هذا الشيء يوقع، ووقعت اشياء دون ان هذا الشيء يوقع. اليوم كنقولوا لا ريزولوسيون ديال لو بارلمون اوروبيان هي ملزمه من الناحيه القانونيه للبرلمان الاوروبي انه يديرها، وانه يكون متابع للشأن العام المغربي في اطار الشراكه، وانه يكمل المتابعه ديالو يعني الواقع الحقوقي والواقع المرتبط السياسي ايضا والمرتبط بحريه التعبير. وشكرا. دونك اون 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 partager nos opinions. Donc on a dit à haute voix ce qu'on n'a pas pu le dire devant les médias marocains. Donc on l'avait, donc on n'est pas autorisé à parler dans les médias marocains. Donc là il y a l'occasion s'est ouverte devant nous pour parler à haute voix et pour faire entendre aux autorités marocaines que nous sommes pas vraiment contents de ce qui se passe au Maroc. On n'est pas content de la répression de nos enfants. On ne demande que la liberté de nos enfants. Au moins, on a demandé à haute voix qu'ils soient jugés équitablement et que la justice soit équitable. À ce moment-là, on est d'accord avec ce qu'ils vont juger. Mais les juger d'une manière inéquitable et inique, c'est ça le point de désordre, donc qu'on a avec les Marocains, avec la justice marocaine. Mais donc on demande à être entendu, à être écouté, et qu'ils libèrent nos enfants et qu'ils libèrent tous les détenus. واعتبرت البرلمانية الأوروبية الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم، مما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللا عدالة والانحياز، مطالبين بالإفراج المؤقت عن الراضي والصحفي توفيق بوعشرين، كما طالبوا بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحفيين في البلاد وإطلاق سراح كل سجناء الرأي بالمغرب وعلى رأسهم ناصر الزفزافي. Le peuple marocain pour la liberté, pour la démocratie. Et ce qu'on a organisé, c'est aussi l'explication de la récente résolution sur le Omar Hadi et les journalistes.
كي سيتي ابروفي بور اون بريسكي. هذا اللقاء هذا دارتو بعض الجمعيات الحقوقيه على الصعيد الاوروبي منهم فرنسا وكذلك بلجيكا وفي كذلك ائتلاف ريفي اوروبا هي من الدياسبورا الريفيه اللي متواجده هنا في اوروبا. هذا اللقاء هذا دار من طرف برلمانيين اللي كانوا ساهموا في انجاز داك التقرير هذا، يعني كان اللي كان مشروع اللي هما اللي قدموه مع بعض البرلمانيين الاخرين، هما اللي اثروا مع داروا واحد التاثير على البرلمانيين الاخرين باش اتخذ هذاك القرار ديال 19 يناير اللي كيدين فيه النظام المغربي وبالاخص ما يتعلق بالاعتقاد السياسي اللي طالبوا في القرار ديالهم باش يكون اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي فورا. يعني هذه الكلمه ديال فورا بالنسبه لينا حنا قلنا بان بالنسبه للبرلمانيين خص تفعيل هذا القرار هذا بالاخص ما يتعلق باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، اما ما يتعلق بجزء اخر وهو قضيه ديال النظام المغربي انه يتدخل في الشؤون يعني ديال المؤسسات الاوروبيه وبالاخص داخل البرلمان الاوروبي اللي عاطي رشاوي، في نفس الوقت كاين تجسس على صحفيين، تجسس على النشطاء سواء في المغرب او خارج المغرب. فهذا اللقاء يعني تطرق لهذه النقط هذه.